السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم بأمر الله في شرح كويز جديد من كويزات مادة الـ 175 البرت الأول. طبعا هنبدأ مع مجموعة من الأسئلة الاختيارية. أول سؤال بيقول لي الأربعة بوينت 96 من 1000 مضروبة في 10 أس 4 بتس المفروض إن هي تكافئ أي مما يلي. حضراتكم شايفين ان كل الكميات اللي موجودة عندي بالكيلو بايت، يعني احنا عايزين نحول الكمية دي الى كيلو بايت، فالمفروض علشان نحولها لكيلو هنقسم على 2 اس 10 لان طبعا دي ستورج، وعلشان نحولها الى بايت فالمفروض هنقسم على 8، يعني هنيجي نقول 4 وبعدين 96 من 1000 مضروبة في 10 اس 4، وزي ما قلت لكم الكمية هنا بالبتس، بس أنا مش عايزها بالبتس ده، أنا عايزها بالكيلو بايت. علشان نحولها للكيلو هنقسم على 2 أس 10، وعلشان نحولها للبايت هنقسم على كام؟ على 8. حضراتكم طبعا زي ما قلت لكم في الآلة الحاسبة اللي هي FX99 إلا هنلاقي رمز الكسر دوت اللي هو على شكل بسط ومقام، هنستخدمه وندخل البيانات مباشرة. هتلاقي الناتج يطلع 5، يعني معنى كده ان الناتج يطلع 5 كيلو بايت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي في الساينتفك نوتيشن، فان ناتج تنفيذ العملية اللي هي 2.8 من 10 في 10 او 6 على 5.6 من 10 هتساوي كام؟ احنا حنقول نقول 2.8 من 10 في 10 او 6 على 5.6 من 10، هنقسم الارقام على بعضها. أما نقسم 2.8 على 5.6 هتديني 5 من 10، يعني معنى كده الناتج هيكون 5 من 10 مضروب في 10 أس 8. طيب هل دي؟ لا دي غلط، أو ما هي دي الكمية فعلا اللي هي 5 من 10 في 10 أس 9، لكن ده هو عايزها بالساينتفك نوتيشن. علشان الرقم يكون عندي بالساينتفك نوتيشن فالمفروض إنه يكون فيه عدد صحيح مضروب في 10 أس حاجة. طيب يعني معنى كده إن إحنا عايزين نحرك العلامة العشرية ديت جهة اليسار، يعني عايزين نطيرها، يبقى المفروض نضرب في 10 أس سالب 1 أو نقسم على 10. يبقى إذن في الساينتفك نوتيشن لازم يكون فيه رقم صحيح 1، وحضراتكم شايفين هنا إنه هنا العدد الصحيح هو 0، فالمفروض إن إحنا الخمسة دي عايزين نخليها هنا، يعني عايزين نحرك العلامة العشرية جهة اليسار. أما نحرك العلامة العشرية جهة اليسار يبقى المفروض بنقسم على 10، يعني هيديني 5 مضروبة في 10 أس 9 على 10. طبعا عارفين إنه في حالة القسمة بنطرح الأسس، هنا كان 9 وهنا كان 1، يبقى المفروض إنها هتديني 5 في 10 أس 8، يبقى الكمية دي بتساوي 5 في 10 أس 8. السؤال اللي بعد كده بيقول لي يا ترى ال 4.4 من 10 جيجا هرتز مقارنة بال 2.2 من 10 كيلو هرتز تديني كم مرة؟ هنقسم الكميتين على بعض مع التعويض عن الكيلو والميجا والجيجا. طيب يبقى هنيجي نقول ال 4.4 من 10 جيجا هرتز مقسوم على 2.2 من 10 كيلو هرتز، الكيلو والميجا والجيجا العادي بتاعها الكيلو بتساوي 10 أس 3، الميجا تبقى 10 أس 6، الجيجا تبقى 10 أس 9. سليم، أنا هنا ما بتكلمش على ستورج، فالمفروض إن إحنا ننسى كلمة 2 أس 10 و 2 أس 20 و 2 أس 30. يبقى إذن الـ 4.4 من 10 مضروبة في 10 أس 9 على 2.2 من 10 مضروبة في 10 أس 3. بالآلة الحاسبة مباشرة هنلاقي الناتج يطلع 2.2 من 10 في 10 أس 6 اللي هو الفقرة س. تمرين بعد كده بيقول لي بالساينتفك نوتيشن، فإن الـ 4.5 من 10 ميجا بت بير سكند تساوي أي من القيم التالية؟ مبدئيا كده نلاحظ إن كل الكميات شغالة بالبت بير سكند، يعني معنى كده إن إحنا عايزين نتخلص من الميجا. طيب الميجا هنا
اتنين أس عشرين ولا عشرة أس ستة؟ المنجة هنا تعادل عشرة أس ستة لأن دي سرعة نقل بيانات ولأن في هنا سكند. يبقى إذا الأربعة وخمسة من عشرة منجة بيبر سكند بتساوي أربعة وخمسة من عشرة مضروبة في عشرة أس ستة، هتديني 4500 وبعدين 3 أصفار. طيب احنا عايزين نخليها على شكل scientific notation، يعني عايزين عدد صحيح واحد فقط. يبقى المفروض ان هنا الاربعة وبعدين هنضع هنا علامة عشرية وبعدين شوية الارقام دول. طيب يعني معنى كده نقول 4.5 ونضرب فيه 10 أس حاجة. أس كام؟ أس عدد الخانات دي اللي هما 1 2 3 4 5 6، يعني هتطلع 4.5 في 10 أس 6 بت بير سكند. الفقرة اللي بعدها بيقول لي قرب لي أو أعمل راوندينج للرقم اللي هو 2.451 في 10 أس 2 للتو سيجنيفيكانت فيجر. يبقى هنعمل إيه؟ عايزين نقرب الرقم دوت لعددين صحيحين. فالمفروض هنيجي نقول هنا 2.4 كده رقمين هما، ونشوف الرقم اللي بعد الأربعة اللي هي الخمسة، هل الخمسة تزود الأربعة ولا لأ؟ إحنا قلنا من الخمسة فما فوق بتزود، من الواحد أو من الصفر إلى الأربعة ما بتزودش. فالمفروض إن الخمسة تزود الأربعة بواحد، يعني الناتج يطلع 2.5 مضروب في 10 أس 2. الفقرة اللي بعدها بيقول لي the following figure اللي هو الرسمة الموضحة أمامكم دي بتمثل أي نوع من أنواع النتورك توبولوجي. طبعا الرسمة دي هي حاجة زي المش، بس أنا عندي فيه نوعين من المش، يا إما فول مش أو بارشال مش. في حالة الفول مش فالمفروض إن كل نود أو كل جهاز كمبيوتر بيكون متوصل بكل الأجهزة اللي موجودة عندي في الشبكة. أما في حالة البارشال مش فالمفروض إن الجهاز بيكون متوصل ببعض الأجهزة، يعني الجهاز ده متوصل بالنود دي ومتوصل هنا لكنه غير متصل بالنود دي أو بالنود دي مثلا أو النود دي، فده بيسموه بارشال مش. حضراتكم لازم تخلوا بالكم من الجزئية دي لأنها بتيجي في أسئلة كتير. طبعا هنا بيقول لي ان الباس توبولوجي بيكون كل النودز اللي موجودة عندي متوصلة للسنجل نتورك كيبل، يعني في كابل واحد والمفروض ان الاجهزة متوصلة عليه اللي هو ده. اما في حالة الستار بيكون في سنترال ديفايس اللي هو زي السويتش او الهب وكل الاجهزة بيكون متوصلة اليه. الاكستندد ستار توبولوجي فالمفروض ان هي عبارة عن مجموعة من الستارز اللي متوصلة مع بعضها. فهنا بيقول لي where hubs are joined together. نيجي بعد كده في الفول مش اللي هو بيقول لي هنا هي web like structure. web like structure مقصود بيها انها زي شبكة العنكبوت كده، ان كل واحد متوصل بكل الاجهزة اللي موجودة عندي. زي ما بيقول هنا each node كل نود has a point to point link with every other node. تعريفات مهمة جدا لأنها ممكن تيجي على شكل سؤال اختياري أو حتى مقالي. أما في حالة البارشال مش اللي هي برضو زي الويب لايك ستراكشر لكن بيكون فيها some nodes، بعض النودز اللي موجودة عندي بتكون متصلة ببعض الأجهزة الأخرى لكن مش كلها. سؤالنا اللي بعد كده بيقول لي واحدة من الجمل التالية false، فبيقول لي هنا الستاتر نت has more than 8 nodes. طيب هي ايه هي الستاتر نت؟ الستاتر نت هي نوع من الشبكات المستخدمة في البلوتوث. في حالة البلوتوث فالشبكة بيسموها بيكونت. البيكونت بيكون فيها 8 أجهزة كحد أقصى، بيكون في جهاز بيسموه الماستر وبيكون في 7 أجهزة سليفز. يبقى إذا دي اسمها بيكونت. مجموعة من البيكونت المتوصلين مع بعضهم بيسموهم سكاترنت. يبقى إذا عدد النودز الإجمالي
هيكون أكتر من 8، ودي حاجة منطقية علشان كده الجملة دي ترو. النقطة اللي بعدها بيقول لي الـ ISM راديو باندا. ISM جاي من كلمة Industrial Scientific Medical باندا، اللي هي مجموعة من الترددات العامة الاستخدام والمتاحة مجانا، والـ Unlicensed اللي حضرتك ما بتحتاجش ان انت تشتري ترخيص عشان تستخدمها. يبقى اذا الـ ISM هي عبارة عن Unlicensed. علشان نفهم بس الان لايسنس دي، شركة من شركات المحمول المفروض انها بتستخدم ترددات، فبتروح لهيئة الاتصالات السعودية وبتدفع لها تكلفة علشان تستخدم الترددات. لكن شركات او المستوصفات والمستشفيات لو عندها اجهزة مثلا زي الرنين المغناطيسي، فالمفروض ان هو بيستخدم ترددات مجانية اللي هي بيسموها ISM، اللي هي المفروض انها unlicensed يعني بدون ترخيص. الفقرة دي بيقول لي الكيبلز هي عبارة عن guided medium. نعم، المفروض ان الكابلات هي عبارة عن guided medium، اما ال unguided medium فهي الوايرلس communication بانواعها. طيب الفقرة سين جاي بيقول لي ايه؟ بيقول لي الاتنويشن يعني مقدار الضعف في الاشارة اللي بيحصل في حالة الراديو سيجنال بيكون أقل من الاتنويشن لو انت بتبعت الإشارة على كيبل. طبعا ده كلام غلط، المفروض انه استخدام الكابلات أفضل بكتير جدا جدا من استخدام الوايرلس كوميونيكيشن، لأنه مصادر الشوشرة على الإشارة في حالة الوايرلس كوميونيكيشن بتكون كبيرة مما في حالة الأسلاك. علشان كده الجملة دي هي اللي فالصة، المفروض انه بدل كلمة لس دي تبقى greater than. الفقرة اللي بعد كده بيقول لي RAM is involved in the process، اللي هي اي واحدة من الاربعة. طبعا في مصطلح بيسموه البوتينج بروسيس. بوتينج يعني اقلاع، فمقصود بيها عملية بتحصل في بداية تشغيل الكمبيوتر اللي هي الستارت اب بروسيس، اللي بيحصل فيها انه بيتم نقل البيانات وبعض البرامج من الهارد ديسك للميموري، لان الميموري اسرع في التعامل مع الداتا من الهارد ديسك. ولما بنيجي نطفي الكمبيوتر بتحصل العملية العكسية، يعني بيحصل كلوزنج داون بروسيس، اللي بيحصل ان الداتا بتنجاب من الرام وبيتم وضعها الى الهارد ديسك. رقم 9 بيقول لي the process of extracting data. extracting يعني استخلاص الداتا من الاشارة عند الطرف المستقبل، بيسموها demodulation. ونحاول نفهم دلوقت ايه هو المودوليشن والدي موديوليشن. اول حاجة الاشارة اللي موجودة عندي اشارة انالوج واشارة ديجيتال، مين الافضل في الارسال؟ الاشارة الانالوج، اقدر ابعتها لمسافة بعيدة، اما الاشارة الديجيتال فصعب. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نركب الاشارة الديجيتال او الرسالة بتاعتنا اللي هي الاصفار والوحايد على الإشارة الأنالوج. يبقى بيحصل عملية بيسموها تضمين أو تحميل اللي هي الموديوليشن. يبقى إذن عملية الموديوليشن مقصود بها تغيير خصائص الإشارة الحاملة اللي هي الكارير سيجنال أو الأنالوج سيجنال in response to الديجيتال مسج. يعني من النهاية عندنا إشارة زي دي، ازاي نفرق ما بين الصفر وما بين الواحد؟ هنيجي نقول ان الهاي امبليتيود مثلا هيكون الواحد واللو امبليتيود يكون الزيرو. تاني، يبقى اذا عملية الموديوليشن مقصود بيها تغيير خواص الاشارة الحاملة بالنسبة للرسالة، يعني ازاي نفرق ما بين الزيرو والواحد. انا عندي الاشارة الانالوج
بيكون ليها ثلاث خواص مهمين جدا، حاجة اسمها التردد اللي هو الفريكونسي والامبليتيود والفيز، فاحنا بنغير باستخدام اي واحدة منهم. ففيها انواع من الموديوليشن اسمها امبليتيود موديوليشن، وفي حاجة اسمها فريكونسي موديوليشن، وفي الفيز موديوليشن. طيب عملية تحميل او تغيير خواص الكارير سيجنال بما يناسب الرسالة بتتم عند مرسل الرسالة، اما عند الريسيفر فالمفروض انه بيحصل اكستراكتنج او بيحصل استخلاص للرسالة الديجيتال من الرسالة المضمنة. يبقى اذا الموديوليشن تعرفها عملية موديفاينج تعديل الكارير بروبرتي in order to represent a digital message. اما عملية الديموديوليشن فمقصود بيها استخلاص او extracting للداتا من الاشارة الكمبوزيت عند receiving end، عند الطرف المتلقي للاشارة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي you can't rewrite on، ما تقدرش تعيد الكتابة على. طبعا CDRW جاي من كلمة rewritable، يعني تقدر تمسح محتوياتها وتعيد الكتابة عليها. الفلوبي ديسك ده كان نوع من وحدات التخزين اللي كانت موجودة زمان، كان بيبقى على الشكل دوت وكنا بنقدر نمسحه ونكتب عليه. اما الفلاش ميموري فطبيعي حضرتك بتمسحها وتكتب عليها، لكن CDR اللي هي الاسطوانة العادية اللي بينكتب عليها مرة واحدة وفقط، فدي لا يمكن إعادة الكتابة عليها ولا يمكن مسح محتوياتها. السؤال اللي بعد كده عبارة عن مجموعة من الأسئلة المقالية. هنبدأ بتعريف الديستورشن. كلمة ديستورشن يعني تشوه أو شوشرة، فالديستورشن بينتج عن مجموعة من التأثيرات الخارجية على الإشارة. يعني لو أنا بكلمك مثلا بالتليفون الخاص بي، فالمفروض أن الإشارة بتطلع من التليفون ممكن يحصل لها شوشرة أو نويز بأساليب مختلفة. يبقى إذا الديستورشن أنه السيجنال اللي موجودة عندي بيحصل لها distorted by external influences، يعني تأثيرات خارجية عند انتقالها من السورس للديستينيشن. ونيجي هنا نفهم شوية معلومات موجودة في المادة. فبيقول لي أسباب الديستورشن أو الشوشرة ممكن تكون ناتجة عن إشارات أخرى بتسافر في نفس المكان اللي موجود فيه الإشارة دي، ده حاجة بيسموها الكروستوك. يعني مثلا أنا عندي أسلاك التليفون كنا بنلاقي سلك واحد فبيمر بيه إشارة، وفيه سلك تاني جاي كده وبيمر فيه إشارة مخالفة، فالاتنين دول بيشوشروا على بعض، يعني جزء من البيانات اللي هنا هيمر هنا والعكس، يبقى هيحصل فيها شوشرة، دي بيسموها كروس توك. يبقى إذا الكروس توك تعريفه إنه نوع من الديستورشن أو الشوشرة اللي بيناتج من الإشارات الأخرى اللي بتمشي في أسلاك متجاورة. طبعا علشان نتخلص من الكروستوك حضراتكم لو فتحتوا اسلاك التليفون مثلا او الاسلاك دي هتلاقي انها اسلاك مجدولة بالشكل ده. الجدل ده الهدف منه ان انا اقلل من الكروستوك. كمان سبب من اسباب الديستورشن هو وجود انواع من الانيرجي، على سبيل المثال السولار انيرجي او الطاقة الشمسية. يعني حضراتكم ممكن تسمعوا كده في الاخبار بيجي يقولك والله انه فيها عواصف شمسية، يعني حاجات بتحصل على الشمس نفسها وبتطلق مجالات كهرومغناطيسية بتأثر على الاتصالات اللي موجودة على الارض، يبقى هيحصل ديستورشن. كمان النقطة المهمة عندي ان الباينري سيجنال او الاشارات الرقمية بتكون مقاومتها او الريزيستنس الخاصة بيها لموضوع الشوشرة بيكون اعلى. ليه؟ لان الاشارة الديجيتال بيكون شكلها كده، فالاشارة الديجيتال بيكون لها حالتين اتنين، يا اما بيكون 0 يا اما بيكون 1.
يعني لو هي اتشوشرت فممكن تلاقي الإشارة عاملة كده كده مثلا. طبعا شكلها ايه حضرتك هتفهم ان دي كان اصلها زيرو، انما دي اصلها واحد، دي زيرو ودي اصلها واحد. انما الاشارات الانالوج فبيكون صعب عليك، يعني مثلا هنا انا مش عارف دي هي دي واحد، طب دي زيرو ولا واحد. فمعنى كده انه الاشارات الباينري بتكون مقاومتها اعلى للشوشرة. ليه؟ لانه بيكون ليها اتنين ستيتس، حالتين بس، يا اما زيرو يا اما ون. وبالتالي ممكن نتخلص من النويز الخاصة بالإشارة ديجيتال بسهولة. يبقى علشان نراجع كلامنا، الديستورشن هو نوع من التأثيرات اللي بتتعرض ليها الإشارة عند انتقالها من السورس للديستينيشن. مصدره ممكن يكون سيجنالز أخرى، إشارات أخرى بتنتقل في نفس الوسط اللي بتنتقل فيه الإشارة الأولى، أو ممكن يكون بسبب waves من الإنرجي زي السولار إنرجي أو اللايتنج. السؤال اللي بعد كده بيقول لي أعرف لي النود in a network. كلمة نود مقصود بيها أي جهاز في الشبكة. ممكن الجهاز ده يكون endpoint. endpoint معنى كده أنه زي الكمبيوتر مثلا، أو اللي هو الآيفون أو السمارت فون دوت، أو الديسكتوب. ده بيسموه endpoint، يعني معنى كده انه عملية الكوميونيكيشن بتنتهي عندها، زي برينتر او سيرفر او كمبيوتر. او ممكن تكون النود دي هي عبارة عن جهاز مثلا بيوصل ما بين مجموعة من الأجهزة، يعني زي ده. فبيقول لي هنا انه الانترميديت بوينت هي عبارة عن بوينت بتكون ما بين الاند بوينتس وبعضها. التعريف الابسط إن النود هي أي جهاز متوصل في الشبكة، ممكن يكون كمبيوتر، ممكن يكون برينتر، ممكن يكون سيرفر، أو أجهزة من اللي بتستخدم لتوصيل ما بين العناصر دي وبعضها، زي السويتش أو الراوتر أو البريدج مثلا. سؤالي اللي بعد كده بيقول لي يا ترى المصطلح اللي اسمه IEEE بيعبر عن إيه؟ فالـ IEEE اختصار كلمة Institute، يعني معهد of Electrical and Electronic Engineers، اللي هو معهد المهندسين الكهربائيين ومهندسين الإلكترونيات. كلمة الـ ISP اللي هو موفر خدمة الإنترنت، اللي هو Internet Service Provider. السؤال اللي بعد كده بيقول لي Answer the following questions. اديني مثال على الاشخاص او البيبل تو بيبل كوميونيكيشن. طبعا الايميل او الشات والتليفون والموبايل والميلينج ليست، كل دي امثله على البيبل تو بيبل كوميونيكيشن. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اديني مثال، وهنا بيقول ليست ما قالش اشرح، اذكر مثال على ازاي المجتمع والكونسيومرز، المجتمع والعملاء، بيأثروا على تطور الـ ICT system. الفكرة كلها المثال الأشهر بتاعنا هو رسائل الـ SMS اللي هي الرسائل القصيرة. فهنا بيقول لي انه خدمة الرسائل القصيرة ديت اللي هي Short Message Service بيفترض انه تم تطويرها علشان تكون Minor Features، يعني خدمة مش أساسية في عالم الموبايل كوميونيكيشن، لكن الناس والعملاء بدأوا يستخدموها بكثرة، وبالتالي بقت واحدة من أهم الوسائل المستخدمة لإرسال البيانات ما بين اليوزرز وبعضهم. الفقرة اللي بعدها برضو بيقول لي ليست اذكر لي واحدة من التأثيرات الخاصة بالـ ICT system في مجال النقل والمواصلات. يعني بنستخدم الـ ICT system ازاي في الـ transportation. حنيجي نقول له والله مواعيد القطارات ورحلات الطيران مثلا وعمليات الحجز كلها بتكون متاحة خلال الانترنت. نيجي للسؤال دي، اذكر لي مثال على نظام تشغيل من أنظمة تشغيل
البيرسونال ديجيتال اسيستنت. طبعا في انظمه كتيره، منها البالم اوبريتنج سيستم او الويندوز موبايل اوبريتنج سيستم. الحاجات دي هي اللي موجوده في الكتاب. فعليا الحاجات دي انقرضت، فاللي موجود دلوقتي هما 2 اوبريتنج سيستم، اللي هو الاندرويد اوبريتنج سيستم والاي او اس الخاص بالايفون. السؤال رقم 4 بيقول لي اذكر لي فارق واحد ما بين الاوبن سورس بروجرامينج والاوبن ستاندرد. الاوبن سورس بروجرامينج مقصود بيها برامج متاحة للاستخدام المجاني، يعني مثلا حاجة زي لينكس كأوبريتنج سيستم، او في موقع اسمه سورس فورج الناس بينشروا البرامج بتاعتهم مع السورس كود الخاص بيها على الموقع ده. انا ممكن اروح انزل النسخة التنفيذية الخاصة بالويندوز، او انزل النسخة الخاصة بالسورس كود اللي هو البرنامج مفتوح المصدر، واعمل عليها تطويرات واعيد نشرها. يبقى اذا الاوبن سورس بروجرامينج فكرته انه بيكون فيه برامج متاحة مجانا، حضرتك بتعمل لها داونلود، ولو عندك القدرة ان انت تطورها وتحسنها بتعمل كده وتعيد نشرها مجانا لباقي الناس. اما الاوبن ستاندرد فهي عبارة عن مواصفات قياسية بيتم نشرها واتاحتها للاشخاص عموما. على سبيل المثال اليو اس بي ستاندرد، حضراتكم عارفين انه اليو اس بي موجود في كل الاجهزة دلوقت. طيب هل في شركة بتاخد مثلا تكلفة او رسوم على استخدام اليو اس بي من الشركات؟ لا. ليه؟ لان اليو اس بي ستاندرد من نوع الاوبن ستاندرد، معنى كده انها متاحة للناس كلها مجانا. اي حد عايز يستخدم الوصفة دي ويعمل اجهزة تشتغل بيها اوكي مفيش اي مشاكل. لكن على العكس من بعض المواصفات القياسية الخاصة بشركة ابل، هتلاقي مثلا فيه بورتات معينة موجودة في اجهزة ابل فقط، محدش يعرف يعمل لها اكسسوارز او يعمل لها ملحقات معينة الا لما ياخد من ابل تصريح ويدفع رسوم استخدام للبورت دوت. البارت الثالث عبارة عن مجموعة من الأسئلة. أول واحد فيهم بيقول لي اشرح لي إزاي الواي فاي ستيشن، الجهاز اللي بيستخدم الواي فاي، هيتشارك الميديم في حالة الانفراستراكشر مود. حضراتكم عارفين إن احنا عندنا 2 مود في حالة الواي فاي، يا إما الأد هوك مود، وفي الحالة دي الأجهزة بتتواصل مع بعضها مباشرة من غير ما يكون فيه أكسس بوينت، وده بيمتاز بيه إنه سريع وبيتم استخدامه في الأغراض المؤقتة. أما النوع الثاني اللي هو الإنفراستراكشر فبيكون فيه أكسس بوينت، وعملية الكوميونيكيشن ما بين الأجهزة وبعضها بتتم عن طريق الأكسس بوينت دي. فهنا اللي بيحصل إنه أي جهاز هيشتغل المفروض انه بيبعت ما يطلق عليه البروب ريكوست، يعني بيبعت رسالة معينة لكل الاكسس بوينت اللي موجودة في المنطقة حواليه، وبعدين يفترض ان الاكسس بوينت بترد. الجهاز بيختار الاكسس بوينت اللي قوة الاشارة الخاصة بيها عالية ويحاول يبدأ يتصل عليها. يبقى اذا بيقولني ان الواي فاي ستيشن بتحدد هل هي في نطاق الاكسس بوينت ولا لا، بانها تبعت سبيشال فريم بيسموه بروب ريكوست فريم، اللي احنا قلنا عليه ان هو نوع من المانجمنت فريم. طيب يبقى اذا الاكسس بوينت، يبقى اذا الواي فاي ستيشن او الجهاز بعت البيكون فريم هينتظر الرد، فالمفروض ان الاكسس بوينت هتبعت اشاره تقول له والله انا جاهزه وممكن اخدمك. المفروض ان الواي فاي ستيشن هيوصلها ردود من اكتر بمجموعة من الاكسس بوينت، فهتختار الاكسس بوينت اللي بيكون الاشارة بتاعتها اقوى وتحاول تبدأ تتصل بيها
وتستخدمها مثلا للدخول على الانترنت او لاي اسباب تانية. السؤال اللي بعد كده بيقول لي انا مدي سيادتك البلوك دياجرام الموضح امامكم، اكتب لي الوصف للبلوك ديسكريبشن لكل من العمليات التالية. وجاي بيقول لي هنا manipulates الموجودة في الليتشيك تيرمينال، يبقى هنروح على الليتشيك تيرمينال اللي هو دوت، واحنا عايزين نشرح manipulate يعني ايه. طبعا الليتشيك تيرمينال اللي هو الجهاز اللي بيكون موجود قدام الكاشير، فالمفروض ان الجهاز ده بيعمل manipulate او بيعالج البيانات اللي بيدخلها للكاشير. يعني هيعمل ايه؟ هيديني السبتوتل اللي هي مجموع المشتريات مثلا، ويديني الاجمالي بتاعتها، ويديني باقي الفاتوره مثلا لو في مبالغ ماليه متبقيه. كمان بيقول لي ستور اللي موجوده في الداتابيس سيرفر، فين الداتابيس سيرفر؟ ادي الداتابيس سيرفر. والمفروض ان احنا عايزين نفهم كلمه ستور، هو الداتابيس سيرفر ده عباره عن قاعده بيانات، طيب بتخزن ايه؟ بتخزن المنتجات اللي موجوده عندي واسعارها مثلا والكميات بتاعتها، وكمان بتخزن بيانات العملاء والنقاط الخاصه بيهم. فهنا بيقول لي انه الداتابيس سيرفر بيخزن الستوك داتابيس اللي هي المخزون، وكمان يخزن البيانات الخاصه بالعملاء زي ما قلت لكم اللي هي العميل وعدد النقاط الخاصه بيه. طيب سند اللي موجوده في الباك اوفيس كمبيوتر، فين الباك اوفيس كمبيوتر؟ فوق. الباك اوفيس كمبيوتر ده هيبعت، هيبعت ايه؟ خلينا نقول ان الباك اوفيس دوت خاص بقسم الاداره، فالمفروض انه هيبعت لمين؟ هيبعت لي التشيك اوت تيرمينال مثلا، يبعت له لو فيه اي معلومات خاصه بتغير في الاسعار، او انه يبعت معلومات للداتابيز سيرفر. فهنا بيقول لي انه الباك اوفيس كمبيوتر هيبعت ريكويست يعني استفسار للداتابيس سيرفر عن معلومات ومنتجات معينه. يبقى اذا الباك اوفيس كمبيوتر هيبعت ريكويست طلب للداتابيس سيرفر يسال على منتجات معينه، يا ترى المنتج ده موجود عندكم؟ طب الكميه قد ايه؟ طب هل فيها عرض عليه ولا لا؟ السؤال اللي بعد كده سؤال السيستم ماب، بيقول لي هنا ارسم لي السيستم ماب ليه Information and Communication Technology System اللي بيكون مكون من كمبيوتر متوصل مع برينتر عن طريق كابل في أوفيس معين. يبقى أنا عندي هنا دلوقتي كمبيوتر متوصل مع برينتر وموجودين في أوفيس، آدي كمبيوتر، آدي الكمبيوتر متوصل مع برينتر عن طريق الكابل، وهنا ده في الأوفيس الأولاني، وطبعا هنا في يوزر معين. وكمان بيقول لي ده انت عندك كمبيوتر، والكمبيوتر ده متوصل مع فاكس برضو عن طريق كابل موجود في النظر اوفيس، يبقى ده هيكون الاوفيس التاني، وهنا في جهاز كمبيوتر وادي الفاكس، وهنا الكابل اللي بيوصل ما بينهم، وهنا المستخدم بتاعي اللي هو هيكون اليوزر رقم 2. وكمان بيقول لي ده الاتنين بي سي، الاتنين كمبيوتر دول، الاتنين دول متوصلين عن طريق شبكة، يبقى هنا الشبكة دي يفترض انها بتربط ما بين ده وده. وطبعا خلي بالكم ان ده عبارة عن سب سيستم، يعني هنا نلاحظ ان ده السيستم الكبير كلته، والسيستم ده مكون من المكتب الاول والمكتب التاني. المكتب الاول كمبيوتر مع طابعة وكابلة وفيه يوزر، المكتب التاني فيه يوزر وكمبيوتر وفاكس وكيبل، وانه في سب سيستم تاني او نظام فرعي اللي اسمه الشبكه اللي ما اعرفش مكوناتها، ودي بتربط ما بين الاثنين. طبعا السيستم ماب دي سهله جدا وموضحه جدا لكل النقاط. وبكده اعتقد ينتهي الكويز دوت. طبعا ممكن يطلب مني البلوك دياجرام، لو طلب مني البلوك دياجرام هنرسم ازاي؟ هنيجي نقول هنا والله اليوزر الاول اهوت، وبعدين هنا في كمبيوتر، وبعدين هنا فيه كيبل، وبعدين هنا في برينتر، وكمان هنا في نتورك اللي هي بتوصل ما بينهم، وهنا في كمان هنلاقي هنا مثلا الفاكس، وهنا الكيبل، وهنا في الكمبيوتر التاني،
وفي هنا يوزر تاني، يبقى هنا هيكون في هنا اليوزر وهنا البي سي وبعدين هنا الكيبل وبعدين هنا مثلا هنا هيكون الفاكسة في الكمبيوتر الاولاني او السيستم الاولاني، وهنا هيكون اللي هو البرينتر، وهنا طبعا هيكون الكيبل برضو، وهنا هيكون اللي هو البي سي، وده اليوزر اليوزر رقم 2. وطبعا هنا فيه هيكون النتورك. لو قال لي ارسم لي البلوك دياجرام، يبقى ده البلوك دياجرام الموضح امامكم. طبعا احنا لازم نحدد البروسيس او الوظائف هنا. طبعا كمان برضو خلي بالكم الكيبل هيعمل كونفي للداتا وفقط، اما النتورك فهيكون فيها نفس البروسيس او العمليات اللي موجوده في البي سي او الفاكس والبرينتر. شكرا، سلام عليكم.